السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الرحلات الممتعة أيضا اللي أنا سافرت فيها هي أول زيارة لألبانيا في ديسمبر عام 1991، وده كان بالضبط يوم 14 ديسمبر، يومين أو 3 أيام بعد ما حصلت على رسالة شهادة الدكتوراه من جامعة برمنغهام في الأسبوع اللي قبلها. التقيت في مطار إسكوبيا عاصمة مقدونيا بكل من الأستاذ عدنان إسماعيلي، وهو كان مقدوني يتكلم اللغة العربية، والأستاذ أسعد طه وكان مراسل صحفي مع قراءة عربية كتير جدا في متخصص في منطقة البلقان. طبعا في الوقت ده كان مازال يوغوسلافيا دولة واحدة. نزلت من بلغراد، ومن بلغراد خدت طائرة أخرى لسكوبيا، ومن سكوبيا التقينا وقررنا ان احنا الثلاثة نسافر مع بعض بالعربية. وسافرنا فعلا، كان ده جو كان شديد البرودة، جو قاسي وقارس، وركبنا العربية اعتقد كان يوم الاثنين صباح الاثنين يعني 16 ديسمبر 1970، وطلعنا يعني بالعربية، وكانت عربية فيات حمراء انا متذكرها، كنا جالسين فيها داخل على ما كانش فيه طبعا تكييف او سخونة او الاخر، وتوقفنا على الجبل علشان نصلي صلاة الظهر والعصر، لان الوقت دخل علينا واحنا على قمة الجبل وما كانش فيه مساجد ساعتها كثيرة، ورحنا نصلي على مسجد في مسجد المساجد لانه مغلق للأسف يعني، فاضطرنا نصلي على السلالم بتاعت المسجد. وطبعا واحنا بنتوضأ كانت الماء درجة حرارة الماء يمكن تحت الصفر، يعني كان هنا إسباغ الوضوء عن مكاره شيء كنا نتحدث عنه في الأحاديث العامة، لكن كان فعلا الجو قارس وبارد وده على الجبل إلى آخره، فكان إيدينا متلجة، رجلنا متلجة، كل شيء متلج فينا. صلينا احنا الثلاثة على الدرج، يعني على اللي هو الباستا بتاعت الدرج، لان المكان اللي فيه الابواب دي وسط رياح شديده جدا. استمرينا في المسير من هذا المكان، دخلنا الحدود الداخليه بتاعت البانيا الى ان وصلنا الى تيرانا في المساء في الفندق الشهير اللي اسمه فندق تيرانا الشهير اللي كان بيطلع في التلفزيون. طبعا الشباب اللي في بريطانيا حضرونا كتير جدا من البانيا انه ما فيهاش اكل، ولا بد ان ناخد معانا كميات كبيره من الاكل، يعني المعلبات الى اخره، لان هناك كل شيء مش هتلاقوه. فاخدنا معانا بسكويت وشوكولاته، واخدنا معانا كذلك اللي هو المعلبات اللي فيها لحوم، احنا بنسميها بلو بيف، هم بيسموها كورن بيف الى اخره، علشان ناكلها هناك. ونزلنا احنا الثلاثه في الفندق، هذا الفندق الكبير، لا أدري كم دولار كانت الليلة هناك، وكانت البلد شبه متعطلة تماما بعد موت أنور خوجة في ذلك الوقت، وكان رئيس اللي قعد يحكم ألبانيا قرابة 40 عام. الأخ أسعد طه أخ كاتب ومحترم جدا، وبيحتاج إنه يشرب قهوة وكذا وكذا وكذا، فكان بيضطر إن هو يروح يشرب القهوة عشان يعرف يكتب في أوتيل تاني أصغر أو في قهوة أخرى، وكان كوب القهوة أو مش في كوب، فنجان قهوة في الليلة دي كان بيساوي دولار. طبعا احنا لأن أنا كنت متكفل بيه، يعني كان كمستشار لنا، كان لازم يستأذني علشان يصرف الدولار ده في كوب القهوة أو مش في كوب قهوة، فنجان القهوة اللي بيشربه. بدأنا نفكر إن احنا كيف نبدأ العمل في ألبانيا، فقعدنا نسأل وقعدنا نلف معانا إلى آخره في أماكن مختلفة في داخل المدينة، إلى أن قررنا أن نسجل المكتب في ألبانيا. كان في محكمة كده، هو قدمنا لها الأوراق باسم المؤسسة للإغاثة الإسلامية، وفي خلال 3 أو 4 أيام ادونا التسجيل الرسمي بتاع المؤسسة اللي اسمها إسلامك اللي بدأت في ألبانيا في هذا الوقت. فقعدنا منتظرين الورقة دي يعني قرابة الأسبوع قبل الكريسماس يعني. التقينا بناس كتير جدا 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 في ألبانيا،
من القصص الغريبة اللي أنا هحكيها وقد أقول أنا حكيتها مرة أو اثنين أو ثلاثة قبل كده. هو أول قصة اللي هي قصة أطول يعني أكثر سجين قعد في سجون أنور خوجه ما لا يقل عن 40 سنة، اللي هو كان رجل كبير في السن وتهمته أنه كان عايز يهرب خارج حدود هذه البلاد، وحطوه في السجن مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لأنه كان نظام قاسي جدا جدا جدا، وودع الرجل في السجن على أنه مناضل ضد الشيوعية وضد الاشتراكية وضد الأشياء الغريبة دي اللي موجودة عندهم. هذا الرجل احنا عزمناه على الغداء معنا، وكان رجل طيب وكبير في السن، وكانوا هم يسموه شيخ المساجين. هذا الرجل وهو بيودعنا وكان فرحان انه قعد معنا سمعنا قصته عشان يكتبها الأستاذ أسعد طه في الجرائد، وقف يتمتم بكلام غريب لم نكن نفهمه على الدرج، يعني واحنا ماشيين من بنوصله على الدرج يعني، وكان بيبكي يعني دموع تزرف من عينيه وما كناش فاهمين هو بيقول ايه. فعدنان اسماعيلي اللي هو الاخ المقدوني ساله قال له يعني احنا مش فاهمين تقول ايه، قال لهم انا بقرا الفاتحه اللي ده الشيء الوحيد اللي انا حافظه من القران من ايام والدي مكان عايش في هذا المكان. ده اول شيء احنا القصه انا ما زلت اذكرها وتذكرها واذكرها للناس في كل مكان في كل زمان. القصة الثانية اللي هو كانت ذهبنا لمسجد تيرانا المعروف جدا علشان نصلي يوم الجمعة. طبعا المسجد ما كانش فيه مصلين كثيرين، ولقينا واحنا داخلين على المسجد الناس واقفة صفين نساء ورجال انهم بيتفرجوا يشاهدوا هؤلاء الناس داخلين يصلوا صلاة الجمعة، وكأننا نحن نأتي من كوكب غريب نعرف الله، يفتكرون نحن ملائكة إلى آخره إلى آخره، وينظرون إلينا بتعجب شديد أننا بنصلي وبنعبد ربنا. وهم طبعا قعدوا في الظلام والضلال 40 سنة، فطبعا نصف المسجد كان فاضي غير مليء، لكن أنا للأسف الناس كانوا واقفين بره يتفرجوا علينا وشوية شوية كانوا حوالي يسقفوا لنا. الشخصية الثالثة المهمة اللي احنا قابلناها وشخصية محترمة جدا هو رئيس المشيخة الإسلامية اسمه الشيخ صبري كوتشي، رحنا له كان يتكلم العربية، كان راجل محترم جدا جدا جدا، وتعاملنا مع المشيخ في أننا ندعم بعض المشاريع الإنسانية للمشيخة الإسلامية في داخل البني. وكان واضح جدا زي النساء في هذا الوقت بالذات كان زي ما هوش أقول عليه زي إسلامي يعني، لكن أقول عليه أنه هو زي تقليدي محافظ جدا جدا جدا. النساء كنا ارتدينا الشربات أو غطاء الرأس ولبسنا التنورة، تحت التنورة لبسنا ارتدينا اللي هم البنطال البنطلونات إلى آخره. كنا أغلب النساء هناك نساء يعني عاملات يعني مش قاعدين في البيت حوانين زي كتير جدا من بناتنا في الأيام دي كلها. من أكثر الطرائف الغريبة اللي حصلت لنا وإحنا في ألبانيا في هذا الوقت إن إحنا حبينا ناكل اللي هو البولوبيف ده أو اللي هي المعلبات اللحوم اللي هي بتاعت البقرية دي، فقلنا للراجل اللي هو في المطعم في الأوتيل ياخد نص علبة البولوبيف رجعنا نص تاني ويطبخها لنا بإيه بحبة بيض. طبعا الراجل ضرب سنج علينا وخد العلبة كلها ودلنا حبة بولوبيف كده على البيض وما صدق اللي ضرب العلبة عنده في الايه في المكان اللي هو لانها تعتبر من زون كنز، لان ساعتها كانش في اي دخول لاي مواد غذائية في البانيا في هذا الوقت. استمرنا في الجلوس في البانيا قرابة حوالي 10 ايام او اكتر، وشفنا الناس ومعاناتهم ومدى انغلاق المجتمع، كيف كان أنور خوجة اللي هو يعني الزعيم الشيوعي كان يوهمهم بأن إيطاليا هتغزوهم واللي مش عارف مين هتغزوهم ومدى هيغزوهم، فبنى هناك ضيع ميزانية الدولة في البناء حوالي 400,000 مخبأ أسمنتي لكي يقوموا الغزو الإيطالي والغزو من مش عارف من بلغاريا ولا منين ولا منين ولا منين، وعايش الناس في وهم كبير إلى أن مات يعني حسابه عند رب سبحانه وتعالى. ورجعنا من ألبانيا وإحنا معنا شهادة التسجيل للإغاثة الإسلامية في
آخر ديسمبر عام 1991.